النواب المحترمين، أود أن أخاطبكم اليوم بشأن مشكل كيهم واحد المرفق حيوي من المرافق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، وهو مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه. هذا السوق كيعرف واحد المجموعة ديال المشاكل كيشتكيو منها التجار بالخصوص، وتهم مربعات اللي عندها نظام خاص منصوص عليه في مرسوم وزاري ما كيطبقش منذ سنة 1986. النظام كيقضي بأن يعاد النظر في توزيع المربعات مرة كل 3 سنوات. دابا هذه 26 سنة أو 25 سنة ما تراجعش هاد الوضعية، هذه ما تراجعتش وكتضر بالتجار بهذا السوق. هناك كذلك مشاكل ضريبية، لأن كاين تفاوت في فرض الضرائب، وكاين تفاوت كذلك فيما يخص مراجعات اللي نزلت على بعض التجار وكانت قاسية جدا. هاد المشاكل اللي كتضاف لها كذلك مشاكل جبائية، لأن الجبايات تحصل على أساس واحد مجموعة ديال الأسعار اللي كتفتح الباب للتسيب، كتفتح الباب للتلاعبات، والتجار كيطالبوا بتحديد سعر للفواكه وسعر للخضر. هاد المجموعة ديال المشاكل هذه اللي ترت منها غير هاد الثلاثة هذه أدت إلى شن واحد الإضراب خلال شهر مارس المنصرم لمدة 3 أيام، ولاحظنا أن على إثر هذا الإضراب بالطبع ترفعت الأسعار ديال الخضار والفواكه، الشيء اللي كيضر بالقدرة الشرائية ديال المواطنين. كنتمناو أن الجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل هذه، وبغيت نشير على أن هناك مشاكل، غادي يسمح لي السيد الرئيس في واحد العجالة، أن هناك مشاكل بيئية كذلك اللي كتنبع من هذا السوق وكتضرب الصحة ديال المواطنين، ومدمنا أن بصدد صحة المواطنين هناك واحد الخطر خارجي على البلاد كنبغي نحذر ليه، وهو أن الإشعاع النووي اللي جاي من المنطقة ديال اليابان، وهي اليوم اللي كيكتسح ربما 500 ولا 600 كيلومتر في هذيك المنطقة، كتجي منها بضائع مستوردة للمغرب. كنثير انتباه ديال وزارة التجارة الخارجية وانتباه ديال إدارة الجمارك على أن ضرورة حماية الصحة ديال المواطنين كتقتضي واحد الصرامة في مراقبة الإشعاعات النووية اللي تكون محملها هذه البضائع. وشكرا، وكنستسمح على هذا الطويل. شكرا سيد نائب.